مرحبا برج الجوزاء، هذه قراءتك العامة. القراءة تصلح حق الطالع الشمسي والقمري. راح نبتدي بالجانب العملي، جانب المال والأعمال. ما الذي ينتظرك في هذا الطريق يا برج الجوزاء؟ أو ما هي التطورات اللي ستطرأ على حياتك في حصولك على شيء أنت متوقع أنه راح تحصل عليه في هاي الوقت؟ عندك مسألة شوية تأخير في الوقت. انت هني نعم تستحق ان تحصل على الاجازة اللي انت طلبتها، على النجاح، على الموافقة. كأنما انت تطلب هني ترقية او موافقة او منصب اعلى. انت هني كأنما تحصل على ترشيح، ممكن يكون حتى ترشيح في التجارة. انت تشوف نفسك في الفترة القادمة ان تستحق ان تكون من الاوائل، من الصف الاول في مجالك، ان كنت في مجال عمل، ان كنت في مجال بزنسك الخاص، إن كنت حتى في مجال التحصيل العلمي لحد الآن. كأنما هني بالنسبة لك في عدالة لم تحقق، في اختيار لم يقع عليك، وأنت هالشي محبطك، كأنما صاير في تأخير. ولكن اللي أنت ما تدركه إن على الجانب الثاني هو صاير بسبب تركيزك أنت على أمور ثانية يا برج الجوزاء. كأنما أنت هني في النهاية ترى يقول لك راح تحصد ما زرعته. فشنو اللي أنت زرعته في الفترة السابقة؟ لازم تدرك أن بعض الجهود، عندنا 7 خماسيات، بعض الجهود ما تثمر في جانب معين، لأن إحنا مكتوب لنا جانب آخر، وظيفة أفضل، مجال ثاني إحنا نعمل فيه، مجال ثاني راح نبدع فيه. مو الكل دام إحنا حددنا أن راح ندخل المجال الفلاني، مو شرط أن هذا اللي يكون مصدر قوتنا ومصدر طاقتنا. كأنما هني انت مو مستانس ومو مو سعيد بالراتب او المردود المادي ايضا اللي استثمرت في هذا الشيء. اذا كنت طالب انت مو سعيد بالنتائج، انت تريد ان تكون من الـ4 الاوائل، الصف الاول. اي شيء اقل من الـ4 الاوائل تحس انه ما يناسب جهودك. ولكن هل لان انت مشتت انتباهك يا برج الجوزاء؟ أشوف هني في 10 الأغصان كأنما كنت أنت تعمل على أكثر من شيء في نفس الوقت، فشيء طبيعي أن عندك شيء صار فيه تقصير، نجاح أو تحصيل علمي أو حتى في الوظيفة ما قدرت تعطيه 100%، لأن أنت أوريدي لديك الكثير على طبقك الخاص، لديك الكثير من الأمور اللي أوريدي مستنزفة طاقتك، وقتك، جهدك. فهني أنت ما تقدر أن تحط تركيز أكثر. كأنما طاقة التحبيط هذه اللي عندك يقول لك لا تحس بالإحباط، أنت أوريدي قاعد تنجز الكثير، ولكن الكثير من الأمور مجتمعة في نفس الوقت. هذا سبب أن أنت ما قدرت تعطي 100% للمجال اللي أنت فيه حاليا، وهذا الوضع مؤقت. دائما الكرت اللي بعد هذا الكرت أن إحنا ناخذ بذورنا اللي زرعناهم في هاي الأرض وما أثمروا، نأخذهم إلى أرض ثانية، بداية جديدة، نعيد صياغة الأمور. خلنا نشوف أيضا ما هي الرسالة لك. بالضبط، أنت هنا عندك طموح عالي بسبب جهودك. نعم وضعت الكثير من الجهود في شيء معين في حياتك العملية، فعندك طموح وايد عالي. أنت كأنما تريد الأول أو لا تريد أن تكون أبدا. إذا ما حصلت على الشيء اللي في بالك كأنما أنت قاعد تحس بالفشل أو التقصير. ولكن أنت لازم تعرف إن هاي العملية اللي أنت طالب فيها هي process، معناتها عملية. العملية تحصل على مراحل، مو في كل مرحلة إحنا راح نكون من الطراز الأول أو الصف الأول. في مراحل إحنا راح نحس شوية بتعب، وهذا الموضوع جدا طبيعي. وفي مراحل أنت فعلا راح تواجهها وتكون دائما صاحب الصف الأول أو المركز الأول، الاختيار الأول، الأفضل في مجالك. أنت قاعد الشيء هذا جدا يهمك. فكأنما أنت هنا مركز على الأشياء الغلط، مركز على تقصيرك، مركز على الأشخاص اللي ما اختاروك أو ما رشحوك. كأنما هني قاعد تلوم الناس لقلة نظرهم، ما قاعدين يشوفونك، ما قاعدين يرشحونك. إنزين قاعدين يختارون أشخاص ثانيين. تريد أن تثبت نفسك، ولكن المطلوب منك أن أول شيء في الناحية العملية تفهم أن هاي عملية راح تأخذ وقت، وكل مرحلة لها وقتها، ومو شرط في كل مرحلة أن أنت تكون الأول. دائما هني يتكلم عن الأخذ والعطاء في الحياة.
لازم نعرف أن إحنا متى وقت شخص ثاني من أجل أن يسطع نجمة. لازم نكون متواضعين بما فيه الكفاية حتى مع نفسنا، وندرك أن أنت فعلا يا برج الجوزاء قاعد تركز على أكثر من شيء في نفس الوقت، فطبيعي ما راح تكون الأول في كل شيء، لأن أنت مو متفرغ لشيء واحد. أشوفك هني كأنما، ما بقول لك مشتت، ولكن عندك الكثير من المسؤوليات والالتزامات. النقطة الثانية، اصمد، لا تستسلم وتقول هذا المجال مو مجالي، هذا المشروع مو مشروعي، هذا هو ليس الشيء اللي الله كتب لي. لا تتراجع عن شيء انت لحد الان بذلت فيه الكثير من الجهد فقط لان النتائج ما كانت حسب توقعاتك. عندك 9 الاغصان وهني 10 الاغصان، بما معنى انتهاء هاي المرحلة الصعبة جدا قريب. انت على وشك ان تختم هاي المرحلة بنجاح، فلا تستسلم وتباقي لك غصن واحد، مرحلة واحدة صعوبة بسيطة لحد ما تقدر انك تختم هاي العملية، هاي المرحلة بنجاح. لا تستسلم الحين، هذه هي الرسالة لك من الناحية العملية، وكن متسامح مع نفسك ومع الآخرين، كن متواضع بما يكفي بحيث أن تسمح للآخرين أنهم ساعات يحصلون على المركز الأول وأنت تروح تعمل. لا تنسى عندك الكثير من المسؤوليات، اعمل على أمور ثانية، حاول أن تحصل على الأول فيها، العائلة، البزنس، مجالات ثانية أنت مو قاعد تعطيها اهتمام كامل، ولكن النجاح جدا قريب. يعني باقي لك شعرة شوية بس، تصبر وتصمت، مطلوب منك أن تصمت في مكانك عشان تصل للي في بالك، الكوب الأول. أن تكون الأول، أن تريد أن تكون رقم واحد في مجال معين مميز، الكل يعرف اسمك، الكل يختارك. هذا النوع من الطاقة. رح ننظر إلى الجانب العاطفي، القراءة العاطفية رح تكون عامة. أول شيء عندنا كرت المشردين، 5 الخماسيات، الشمس، من بعد الظلام إلا الشمس في حياتك العاطفية. برج الجوزاء، في حياتك العاطفية أنت تحس أن الشريك تخلى عنك، كأنما يعني وضع مقارب لحياتك العملية. إحساسك هو اللي قاعد يعكس هاي الطاقة، عندك نفس الإحساس بشكل عام في حياتك، تحس أن الشريك ما اختارك أيضا، مثل ما أن أنت في مكان عملك أو دراستك أو مشروعك لم تحصل على المركز الأول، لم تكن الاختيار الأول. كأنما في الحياة العاطفية نفس الشيء، تحس أن الشريك كانت لديه خيارات ثانية أفضل منك، تحس بالدونية، عندك شوي إحساس بالدونية هني. تحس أن هذا الشخص من زمان كمل حياته، عاش سعيد، وهو في وضع أفضل مني، عندك هاي النوع من الطاقة. دائما تقارن نفسك فيه، ما تنتظر رجعته كثر ما أن أنت قاعد تقارن نفسك. دائما تتخيله هو في وضع جميل، في منزل جميل، حياة مريحة، مستانس، مرتاح، قاعد يسوي الأمور اللي خاطرة فيها، وانت هني كأنما في طاقة أنا ما عندي، أنا ما أملك، أنا ما أستطيع. أول شيء المطلوب منك أن تأخذ طاقة السيف الصغير. السيف الصغير دائما معناته أن احنا نبتدي فرش، نسأل الأسئلة البسيطة، طاقة التلميذ، طاقة أول شيء أنا ليش أحس بهاي الشعور، وليش هذا الشخص ما اختارني؟ إذا فعلا ما اختارك وقرر أنه يعيش سعادته في مكان آخر، هل معناته أنه يجب أن تظل في هاي الطاقة الداكنة، طاقة الظلام، طاقة التعاسة؟ هل معناته أن إحنا نحس بالنقص لأن في شخص معين لم يختارنا، ولا إحنا عندنا نفس القدرة أن نعيش في كرة السعادة ولكن مو معه؟ هني سؤال مهم، هل شرط أن أنت تكون مع هذا الشخص عشان تحس بالسعادة؟ هل سعادتك مرتبطة بشخص معين؟ عندك أسئلة وايد لازم تحطها على ورقة وقلم وتجاوب نفسك. أنت محتاج لأن تصارح نفسك، أن تقارن أوضاع الكل من الداخل والخارج. هذا كرت من الخارج وهي الكرت من الداخل. من الداخل والخارج ترى الأمور هنا، لازم تدرك مع الشريك ليست ما تبدو. إذا هو كان يبدو لك أو أنت قاعد تتخيل أو تحلم فيه أنه هو سعيد، أنت ما قاعد تدرك أنه هو أيضا عليه الكثير من المسؤوليات. أنت قاعد ترى الظاهر. أكثر الناس في حقيقة الوضع دائما يحسون، أو في حقيقة وضعهم
الظاهر مو نفس الباطن، الظاهر هو اللي نراه على السوشيال ميديا، على الانترنت، اللي نعرضه للناس كواجهة. في الباطن جدا مختلف، طاقة ممكن تكون عكس 180 درجة. انت محتاج ان تبتدي تحقق في هاي نوع من المقارنات اللي بينك وبين شريكك. وكأنما انت هني كأنه يقول لك التارو ان انت غلطان في تفكيرك ان هذا الشخص سعيد بدونك، او هذا الشخص عايش حياته بدونك براحة، لأنه هو سرعان ما سيرجع، إما سيرجع لك وسيرجع لحياتك، أو ستأتيك عنه أخبار راح تستغرب من نفسك، شلون كنت تفكر نفسك أقل منه وهو أيضا عنده الكثير من المشاكل، وهو أيضا فشل حتى في حياته الجديدة اللي بعيدة عنك. هاي نوع من الطاقة، أن ستأتيك الأخبار تفتح عينك على طريقة تفكيرك. أنت هني تحس بالوحدة أو بالعزلة، تحس أنه ما عندك مأوى، لأن كرت المشردين تحت كرت الزاهد أو الهرمت. هنا يقول لك فعل الأمور ليست كما تبدو عليه، أنت تشوف الشخص الثاني سعيد بدونك، هذا الشيء مو صح. هذا الشخص عايش في دوامة ما عارف يطلع منها ولا عارف يظل فيها، كأنما يريد أن يتواصل معك ثمان الأغصان ضد ثمانية السيوف، يريد أن يتواصل معك، يرجع إلى جناب حضرتك بأسرع وقت ممكن، ولكن في نفس الوقت مش عارف الطريقة الصحيحة، ضيع الطريقة. شلون يعني ضيع الطريقة؟ يعني احتمال أن يتوقع منك الرفض، يتوقع منك أن أنت تخلي الأمور معلقة أو ترغب في أن تكون مرتاح. هو أيضا مفكرك ترى في نفس الوضع، أن أنت ترغب أن تكون مرتاح بعيد عنه. كل واحد منكم انت تشوفه افضل حالا منك واسعد، هو يشوفك مرتاح بدونه في حياته، ولكن كأنما راح تصلون الى حقيقة مشتركة خلال شهر مايو، راح تدركون ان كل هاي الامور مجرد واجهة، لان انتم قاعدين تطلعون على السوشيال ميديا تبع بعض. كل واحد منكم يشوف الانستغرام، الفيسبوك، وسائل التواصل الاجتماعي تبع الثاني عشان يحدد مستوى سعادته، عشان يحدد أو يصنع القرار بخصوص هاي العلاقة. ولكن أنتوا قاعدين تنظرون إلى واجهة غير حقيقية عشان تحكمون على شخص حقيقة جدا مختلفة بالنسبة لك وأيضا بالنسبة للشريك. فهني كأنما انتظر الحقيقة، كرت الحقيقة، انتظر الحقيقة تظهر لك بدل ما تتسرع بالحكم. اللي بعده راح ننظر إلى الجانب الصحي والقانوني، نشوف ما هي الرسائل لك. برج الجوزاء، حان الوقت ان انت تنتبه اكثر الى الاعراض البسيطة، لان الاعراض البسيطة لما تتراكم اذا كانت موجودة عندك، حان الوقت ان انت تعالجها احسن ما تتفاقم. ما اشوف عندك اي مشكلة كبيرة او اي مشكلة جادة، الحمد لله. واحتمال انك في السابق عانيت من مشكلة في القلب او مشكلة، ما بقول لك مشكلة، ولكن تعافيت منها الحمد لله، وأيضا عملية جراحية. أشوف هني أنك تعافيت من عملية جراحية وخرجت منها أقوى من السابق، ولكن دائما حط بالك على صحتك. يعني كأنما أشوف عندك مشاكل في الشعر، عندك تساقط في الشعر، وأيضا عندك جفاف إما في البشرة إما في العين. فإذا في أعراض مثل هاي النوع، حاول أن تعالجها بأشياء بسيطة، يعني هاي مشاكل بسيطة مو كبيرة أو راح تتطلب تدخل جراحي مثل سابقا. احتمال هني أيضا عندنا ملكة الأرض، احتمال أنك اضطريت أنت أو الشريك، يعتمد على الجنس، اضطريت أن تنجب بطريقة قيصرية، فكأنما أنت ترغب في أبناء أكثر، ولكن في عندك تخوف شوية من مضاعفات، إما كانت في القلب بخصوص الإنجاب، إما في القلب وإما بخصوص العملية القيصرية اللي هي تي سكشن. أوكي، ولكن الحمد لله الأمور تمام، ولكن كن حذر في المستقبل. كأنما هني عندك استقرار، صحتك مستقرة، ولكن كن حذر من أن لا تسقط، يعني كن حذر في المشي أيضا، في تحذير لك للمستقبل. لا تتحرك بسرعة أو تقوم بحركات خاطئة بحيث أن تؤذي نفسك.
أثناء الحركة، أثناء المشي، أثناء ركوب أو النزول السلالم، هاي النوع من الطاقة عندك أيضا. فالحمد لله أنت في تعافي، ولكن أشوف هني كأنه ما عندك رغبة في أن تنجب الأبناء أكثر، أو تخاف. هي في مشكلة انتهت عندك بخصوص القلب، بخصوص عملية جراحية تعافيت منها، ولكن أشوف لحد الآن كأنه ما عندك خوف. تحزنك هاي المشكلة عندما تتذكرها. فالحمد لله أنت عافيت وأقوى من السابق. ظل مفكر على هاي الجانب. خلنا نشوف المسائل القانونية. يا خبر اليوم ببلاش بكرة يأتيك، يا خبر اليوم بفلوس بكرة يأتيك ببلاش. سوري، بالعكس. أجين برج الجوزاء، أنت هني كأنما في انفصال، أوكي، أو في زواج، يا انفصال يا زواج في محيطك. وصل إلى في كلام عن طلاق، لحد الآن ما وصل إلى الشؤون القانونية، ولكن في كلام عن طلاق. في نفس الوقت هاي الأشخاص علاقتهم غريبة، لأنه ما أشوف أن أنت بشكل مباشر، احتمال ممكن تكون أنت، ممكن يكون أشخاص قريبين وعزيزين على قلبك، هم على شفا الطلاق، يعني باقي لهم شوي ويتطلقون. في نفس الوقت بسرعة راح الأمور ترجع إلى مجاريها. في نفس الوقت يعني هم باقي لهم شوي يتطلقون، ولكن بمساعدة أو نصح الأشخاص، بدون حتى من أن يخبرون أحد، ممكن أنت شريكك أو أختك أو أخك صديق، بسرعة راح يرجعون إلى بعض وهم كانوا منفصلين أو على وشك الانفصال. أنت هنا كأنا ما قاعد مستغرب، أشوفك أنت في طاقتك الهوائية تستغرب شلون الأمور من بعد عداوة وانفصال تحولت إلى زواج وحب مرة ثانية. عندك هاي النوع من الطاقة. إذا تنتظر أي أمور قانونية في المحكمة، فثق هني بالإنصاف. هني عندك طاقة، لا تحاول أن أنت تفرض طاقتك، أو سوري تفرض قرارك، أو تكون شوي عصبي وحاد الطبع في التعامل مع الأشخاص القانونيين اللي في المحكمة اللي في الشرطة. أظهر لهم الجانب الجيد منك. برج الجوزاء أنت عندك جانبين، الجانب الطيب والجانب المظلم من شخصيتك. احرص ان الجانب المظلم ما تخرج لهم، عشان تحصل على الانتصار في المحكمة، عشان لما تتكلم في النهاية قاعد تتكلم مع بشر في جهاز الدولة، في الشرطة، في القانون. احرص ان انت تتكلم معهم بلطافة، وما تكون قوي ومندفع وعنيف او حتى غير ثابت في الطاقة. كن في طاقة ملك السيوف، الملك الدبلوماسي، عندما يتحدث الكل يحب ان يستمع اليه. هذه هي النصيحة لك. خلنا نشوف من القادم أو ما هي الأخبار القادمة في طريقي. أوكي، ترغب عزيزي برج الجوزاء، أن ترغب أن ترحل من مكان معين، بيئة عمل، أشخاص محيطين فيك. في أشخاص دائما يحبون أن يكونون حولك 24 ساعة، يلصقون فيك، متعلقون فيك، احتمال حتى في مكان العمل، في مكان الدراسة. ولكن في الفترة القادمة اللي راح يحدث ان انت راح تطالب بحريتك، كأنما راح تهرب. مو هروب كثر ما انه خروج سريع من محيطهم. هني اشوفهم هم قاعدين يتنافسون ويتنازعون من اجل اهتمامك، من اجل طاقتك ووجودك. اذا كان في مكان عمل، ممكن الرؤساء كل واحد يريد ان يضمك الى فريقه. اذا كان في الجامعة نفس الشيء، كل مجموعة تريد ان انت تنضم لهم، يريدون الحصول عليك في الفترة القادمة، الأشخاص المحيطين فيك، ويتنازعون على اهتمامك، على وجودك. مقابل سبعة الأغصان عندك سبعة الأكواب. أنت مش عارف شنو تبدي، راح شوي الموضوع في البداية يسوي لك كركبة، التنافس، اجتماع الأشخاص في نفس الوقت راح يسوي لك تشويش. مش عارف تبتدي مع من، تنصف من وتختار من، ولكن في النهاية ستأخذ طاقة الخروج السريع. بدل أن تختار وتدخل معاهم في نزاع، ولماذا اخترت فلان بدل فلان، والمجموعة الفلانية بدل المجموعة الثانية، هني ستريح نفسك. أو النصيحة لك حتى أن ريح نفسك، لا تختار، لا تتشوش، انسحب من الوضع طاقة وحتى جسدا. هذه هي النصيحة لك. ورح ننظر للنصيحة العامة
اخذي شهر مايو. I love you. انا احبك. These are powerful words. انا احبك. هذه هي كلمات قوية لها تأثيرها. هذه يتكلم عن الجانب احس العاطفي من حياتك وحتى علاقتك مع نفسك. برج الجوزاء. هني كأنما قاعد اتذكر ان انت والشريك كل واحد يفكر عنده فكرة عن الشخص الثاني، ولكن ولا واحدة منهم صحيحة، لأن أنت قاعد تراقب الشريك من بعيد بدون أن تنخرط في حياته، وهو أيضا أنت قاعد تحكم من نظراتك على الإنترنت، على السوشيال ميديا، ومن كلام الناس. هني دائما I love you، كلمة أنا أحبك، تطلب منا الرجوع إلى مشاعرنا الأساسية، حقيقة مشاعرنا، حقيقة اختيارنا لهاي الشخص. لماذا من بين كل هالنجوم اخترنا شخص معين؟ كل هالاختيارات لماذا وقعت عينانا على شخص معين؟ فتذكر دائما الحب، لأن عندما تتذكر الحب أو تتواصل معه بشكل صريح بدل ما تحاول أن أنت معه تضعون واجهة، كل واحد يحاول يراوي الشخص الثاني أنه هو عايش بخير بدونه، حاول تركز أن تكون صريح معه، تصارح بمشاعرك. إذا تشوف هاي الملاك يده على قلبه وقاعد كأنما يعزف سيمفونية أو يوصل رسالة معينة، هذا راح يريحك من كل الدراما التمثيلية اللي أنت والشريك قاعدين تحاولون تسوونها تجاه بعض. عزيزي برج الجوزاء، هذه كانت